الأم وما أدراك ما الأم، هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله. الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفو والحلم. أماه لو إن جمات تسكب نورها أماه شلالا، وكل حناجر الأطيار لو غنتك موالا، لو الأنسام طافت في رحابك تنثر عطرا، ما وفتك يا أماه ما وفتك مثقالا. عن أنس قال ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، فقلت آمين. فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين. قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب؟ قلت لا شك أن فضل الأب كبير، ولكن فضل الأم أكبر. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في 4 مراتب، والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه، ثم ذكر الحمل للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال. فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله. لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل، وذكرك عطر وحضنك دفء، فيحفظك ربي العلي الجليل. لأمي أحن ومن مثل أمي، رضاها علي نسيم عليل، حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل. وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل ثقيل، بدعواك أمي تزول الصعاب، فدعواك أمي لقلبي سبيل. فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل، على راحتي كم سهرت ليال وتلوع قلبك عند الرحيل. فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحد هواها، حملي ثقيلا ما تشيله بعرين، ولا تشيله جبال سود صفاها. لكن ما في القولي محد عنا.